Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Gentlemen, thank you, and very nice, and welcome to Okoto. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اليوم عيد المرأة. اليوم مانيش باش نحكي على عيد المرأة. اليوم مانيش باش نحكي على فشلي. أنا نشبع على عيد المرأة. أنا اليوم عملت خطاب الذمة وحب أقولها. نحب أنا شغلي رخصتي منفخ. أشبيني ما عنديش حقوق أنا. قولوا لي عندي حقوق رخصتي المنفخ ولا؟ اليوم فقولي رخص النفخ هنا اليوم جيت نطفي حقوقي في عيد المرأة وبربي نحب يوصل صوتي أنا مبروك تعرفوني ما سكتش وتعرفوني زادة نخرج على الصمت ونتقرع وقت اللي نتقرع سياحة شاكم خليت وزلت لا ما عندي شقة ولا هكرة لا ديرك نزدم ديرك والله نمشي مصر أنا خافش من حد والله أنا خاف من حد ولاني مع الجماعة هذوكم ولاني مع الجماعة هذوكم هذيك عندي مديادة هنا نتابع في الأخبار وشوف الأخبار وقاعدة تحول في مخي ومانيش فاهمة حد شيء هاو قالوا سلفي هاو قالوا علماني هاو قالوا شيوعي هاو قالوا من نهضة هاو قالوا أجزاء من نظام البيت لا نحب نسي سؤال في النقطة هذه بربي التوانسة واق وين التوانسة ونورمال مو ونقولها من قبل هذه النقطة هذه نورمال مو نقولها من قبل ثانيا طوانا مبروك تسع شهور وتاني او نهار اختم علي شخطورها او جاتني شخطورة او قال لي ناي تابع الحزب الفلاني الاخر تابع الحزب الفلاني او اعطاني سجلو سجلوات ها واحد جايب لي لينات الاخر جايب لي مصورة حوتة الاخر مصور لي حمامة تواني واني الاخر جايب لي نجمة الفايدة مش وي هكا الفايدة انكم تعطوني اعطوني هاتا نقولوكم هاتا نعطوكم هاتا نجدوكم وانا هذا كل وانا لذا اخوتي الكرام ناي وقت لازم كل تصور ثبتوا لي رواقكم وركزوا وخدموا التستكون بتاعكم لذا او فإن فيجب على كن وسن عن على في بلا حتى والله العظيم وكان ما ترشغليش رخصتكم نفخ ناي في المطالب هذي باش ندفي الروح ونعمل ضرب جوا ونشد حنوت العمدة نحرقه لا مش نحرقه لا نحرقه هو نحرقه نحرقه يا نعم باش نقولكم باش نحرقه جبت معاي وانا اقولكم في التلفزيون قرى فلفل جايب على الاحمر هو شوي شوي مرة جاي يجيبوا لك احمر ان شاء الله خولك ما بتعرف لك ان شاء الله تعرف اش نعمل بيه رأيت قرى فلفل ناكلني حار يا بتاع قشمي باه هذه بالثانويات وكل شيء يربي مطالبني أن نفخ وإذا كان ما نفختونيش وننفخكم وزيد ننفخكم ونحطكم كالقارس وزيد عليكم رقة القارس ونوسيكم ندخن الله يحارب الرشيد وآتي نعوزكم للرياسة غادي ما نحب على النفخ ياسر الحمص الله يعزكم غادي أشومي البلاد باش ضيع بين يدانا البلاد ما كلها قرب ردباكم يا ولادي أنا أعطيكم مهلة أنا نعطيكم مهلة نزيدكم فتيتة وباللازم إذا كان يضعك البلاد لا معاش يهمني مبروك نسأل راني نسأل راني لا نقولها ونزيد نقولها بعد كل شيء لا يهمني في شيء رب لا يهمني لا في السياسة ولا في كار ولا في نواش لا يهمني كان في درب وتونس يهمني في تونس لا تونسية وراسيان أرنبيك شكرا يا اخواتي واخواتي ورد بالك من القرن الفلفل مرة جاية يا سيادة الشيخ القرن الفلفل مرة جاية يجيبوا لك احمر وتعرف ايش نعمل لك بيه هاي تحية الفيصل الحذيري ما
مبروكة ظهرت في عيد المرأة، لا يهمها في المساواة ولا في التكامل. باش نكملوا موضوعنا اليوم باش نحكيوا على اللي صاير في سيدي بوزيد على الخوضة، بعد ما سمعنا السيد نجيب الغربي باش نستقبلوا السيد شكري بالعيد اللي توجهت له الاتهامات، ضيفنا ليلى في لاباس. صحة شريبتك سي شكري، يعطيك الصحة. مرحبا بك، شنو أحوالك؟ مرحبا بك سيد شكري بالعيد. الجمهور يحب يسألك. لاباس الحمد لله، معناتها يظهر لي أحسن فترة ينجم يعيشها حزب هو وقت اللي يبدأ متوحد مع أحزاب أخرى. دونك نهار الأحد أعلنتوا على القوى الديمقراطية توحدت، خطوة معناتها نجم نقولوا مهمة في رسم الخارطة الحزبية الجديدة في انتخابات اللي هي أكيد مش باش تكون مشتتة كما الانتخابات اللي فاتت. 13 حزب، 13 حزب وعدد كبير مستقلين. من المستقلين، من الكوادر، من الإطارات في تونس وفي كل الولايات. و13 حزب المرة هذه الإيجابي أنها الجهات بادرة تقبل وبدأت سيدي بوزيد جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية ونسج على منوالها جبهات وتنسيقيات في أغلب الجهات. صار نقاش على مستوى مركزي، خذا وقته، تحضرت مجموعة من الوثائق وقع الإعلان عليه نهار الأحد. أنت صراع الزعامات معناتها؟ في الأصل ماهوش قضية صراع زعامات، المسألة أعقد من هكا في تقديري. بلادنا ما عندهاش تقاليد نتاع عمل سياسي، راه عمل حزبي. المشكلة السياسة أشخاص عنا ما هيش. ما عندناش تقاليد نتاع عمل سياسي وعمل حزبي وعمل جبهوي، كنا في العمل السري القمع. ما ينجمش في ظرف قياسي الناس تخرج من حالة لحالة، كانت لابد تاخذ وقتها. الباهي الزمن الثوري ديما يربحنا في الوقت. أي. هذا ربحنا زي بي تجاوزنا، إن شاء الله نكونوا في خدمة شعبنا وإن شاء الله نكونوا في خدمة بلادنا بهالجبهة الكبيرة الواسعة الباهية. نهتني على في خدمة شعبنا. لطف عليك بالتمهيد. فكت دوسيك 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 أنا دوسيك سي شكري يمشي ويكبر. قبل كنا أطراف وأطراف وأطراف، توا الكلام مباشر، اتهامات مباشرة البرشا لليسار وخاصة أنت بالاسم سي شكري بالعيد. تحبوا تحرقوا البلاد؟ اللي خرج التصريحات هذه هو اللي حب يحرق البلاد. اولا مش جديده، راه بن علي اتهمنا. انا نذكر وزير الاتصال سمير العبيدي وقت اللي في التلفزه في الندوه الصحفيه قال نعرفوهم اقصى اليسار المتطرف، ناقص سمينا بالاسم. هذا في ديسمبر 2010 في حكومه الغنوشي الاولى والثانيه توجهت لنا الاتهامات. كل اللي وقع نسبوه للوطنيين الديمقراطيين وحزب العمال والشخصي والشخص حمل همامي. رينا نفس الكلام مع الباجي قايد السبسي. المرة هذه حمل همامي يطلع براء. لا مش قضية تطلع براء، بالدليل انه وقفوا له مناظرين في سيدي بوزيد كما وقفوا رفاقنا ايضا. شوف المسألة مش لهنا، هذوما ناس عوض انهم يواجهوا الحقيقة، يواجهوا المشاكل، يواجهوا انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء، يواجهوا الفقر، يواجهوا البطالة المتزايدة، يواجهوا التهميش، يواجهوا غياب سياسات حقيقية، يواجهوا مشاكل متاع التنمية ومتاع الخدمات متاع الصحة متاع موجبات أن نكونوا بشر نعيشوا بشكل يحفظ كرامتنا. عوض يواجهوا هذايا يلوجوا على شماعة راو الطرف الفلاني والطرف العلاني. هذه حاجة. حاجة ثانية خليني نكون معك واضح، ما ميزنا هو أن نحن مع النجد بالديسكور واضحين. التحركات اللي تمت في سيدي بوزيد نحن مشاركين فيها فعالية ومتبنينها، خلينا نقولها لسعلي العريض، متبنينها لأنها مطالبهم شرعية وأشكال نضالهم شرعية لأنها مدنية سلمية. في كلامي اللي قلته في سيدي بوزيد وقلته قبلها وباش نقوله توا وغدوة، نحن مع أشكال النضال السلمي. وش قلت في الكلام اللي قلته في سيدي بوزيد؟ حذرت الناس، قلت لهم ردوا بالكم لتستدرجكم رأي النهضة وحكومة الترويكا تحب تستدرج البلاد العنف، وراه العنف ما يخدم كان قوى الثورة المضادة وحكومة الالتفاف على الثورة وحكومة النهضة تحديدا. وانا اعطيك حاجة بسيطة، من 14 جانفي الى الان شكون اللي مارس العنف؟ نحن مع التحرك المدني السلمي لانه هو سلاحنا الحقيقي. المشاركة الشعبية الواسعة هي سلاحنا الحقيقي. سلاحنا الحقيقي انه نحافظ على الطابع المدني الديمقراطي الواسع السلمي للنضالات. هذا واحد. شكون تفاعل الحكومة متاع سي علي العريض؟ كانت واجهت مظاهرة سلمية في سيدي بوزيد بقمع مفتوح بطريقة غريبة وعجيبة،
والحرس تحديدا رغم انه التحرك تم في منطقه تخضع للشرطه وللامن للشرطه. لا الحرس علاش الحرس اللي كان مطلوب من طرف الاهالي رئيس المنطقة أنه مرفوض من طرف الأهالي، مرفوض من طرف أعوان الحرس، مرفوض من طرف رؤساء مركز الحرس. أنا ريته في مكتب وكيل الجمهورية وريته كيفاش يتصرف وكيفاش يتكلم بطريقة فاجئة جدا غريبة جدا، وريته كيفاش تهجم على الأحزاب ويسب فيها أي. بطريقة غريبة لهنا السيد وزير الداخلية يقول حاجة أخرى، يقول تسكي تحركات اجتماعية مقبولة، ولكن وقت اللي يقصوا الطرقات يقصوا الماء على صفاقس، يمنعوا البير باش يخرجوا منه الماء، يطلفوا القنوات والحفلات السياحية والسيارات الإدارية يوقفوها، لهنا نضطروا باش نشدوا ناس. أما أنك تقول لي قنابل مسيلة للدموع كما قال رئيس نقابات الأمن، قال مش بالنوار نبدأ نرميه في النوار، معناتها فما في فنلندا كيكسروا كي ولا حاجه شي يعملوا له دقيقه معناتها بالنوار. دونك لهنا الاختلاف، انت تقول لنا مظاهرات سلميه وهما مارسوا العنف، وهم يقولوا رانا المظاهرات سلميه احترمناها رغم اللي بلا رخصه، ولكن اللي كسر ودمر وعمل حتى ولو يكون من سيدي بوزيد لا يعلو فوق القانون، معناتها يكسر الكيس يقص الماء على صفاق صغير حتى واحد ما يلزم يعلو في القانون. اثنين راهو هذا اللبس بالكلام هذا يخلق اللبس، ونحن نحكيوا على حاله، نحن نحكيوا على اللي تم في سيدي بوزيد. أي. انت تحكي لي على اللي تم في بقعه اخرى. ما يلزمش يتسمى اللبس لهنا. على خاطر التعميم هذا هو اللي مخطر. نحن بالمبدا قلناها قبل وكتبناه وحكينا فيه ووضحناه دائما. وتوا قلت لك نحن مع النضالات المدنيه السلميه الجماهيريه الواسعه. اذا نحن ضد العنف وضد تعطيل المرفق العام وضد تعطيل حياه التوانسه. اللي تم في سيدي بوزيد انه مجموعه من شبابها، مجموعه من مناضليها، من اطاراتها، من كوادرها، من قواها الفعاله، جات وعملت مظاهره احتجاجيه على الترويكا اللي غاديك الوالي اللي هو حزبي ما عنده حتى علاقه بخدمات الوحده، ومع رئيس المنطقه تاع الحرس اللي طلع فهمتي ولا ناسي انه حرس فاذا به فهمتي ولا كانه امن سميته امن النهضه ماهوش الامن الجمهوري، والنيابة العمومية اللي توقف بوه على أخوه وتحيل بوه على أخوه، وهذا تم بشكل مدني سلمي راهو. هذا الأولى. اثنين اللي تم شنو اليوم ثم هجمة كبيرة وحملة متاع هستيريا وتسيبت عادة في الفيسبوك، راك طلعت انت خاطر انا الله غالب مشي من مواكب برشا، حرب أخلاقية وشتم وسب وكلام خايب برشا. تعرف علاش؟ لأنه متمسف في اللحمة الحية، اللحمة الحية اليوم، اليوم بوضوح البلاد تعيش وضع من الاحتقان كبير برشا، المسؤول عليه هي الحكومة هذه دون غيرها، الحكومة اللي بمجيئها انقطع الماء، وبمجيئها انقطع الكهرباء، وبمجيئها تنامت البطالة، وبمجيئها زاد التهميش، وبمجيئها توسع الفقر، وبمجيئها تعمق عزلة المناطق الداخلية، وبمجيئها جابوا برشا وعود لكن كلام الليل مدهون بالزبده. هذه حكومه اللي التو تعود لنا في خطاب ولو يزيدوا به في التلفزه بين قوسين يدافع على نمط التنميه نتاع بن علي، هذوما تبنوا بالضبط برنامج الموازنه العامه نتاع باجي قيد السبسي، اماش اضافوا له، اضافوا له نفس البرنامج اما ب 81 وزير وكاتب دوله مع كثير من قله الخبره والمعرفه والدربه، ما عندهم كان شهاده في السجن فقط. به شهاده في السجن. بالنسبه معناتها لليسار اللي يهيج في الدنيا ويخدم سيدي بوزيد ماهوش يخدم من اجل سيدي بوزيد. مثلا يقال لكنتي وقت اللي كانوا احرار سيدي بوزيد في اعتصام القصبه، انت قلت وقتها للصباح الاسبوعي هذه قوى سياسيه معاديه للديمقراطيه تختفي وراء اعتصام القصبه. هذا مش صحيح كلام هذا، قلتوا على هبطت هذا القصبه ثلاثة اللي دعت له حركه النهضه وفشل. القصبة الأولى والثانية أنا كنت من أحد أهم منظميه توك عادة. القصبة ثلاثة متاع حركة النهضة اللي فشل ضده لأنه راه قوة ثورة المضادة، لأنه النهضة حزب ثورة مضادة. يعني تو شنو قلت لك حاجة هذا زي موقف من الأول، موقف من أما واحد أما سيدي بوزيد وقت أنا نهار 21 ديسمبر 2010 مشيت سيدي بوزيد القصبة كان فيه من سيدي بوزيد كان لا لا كان فيها سي علي العريض شدار ومتخبي وقت هذا الوزير وحكومته متواطئه مع الجماعات الارهابيه اللي روعت التوانسه اللي اعتدت على النساء وعلى الجامعين وعلى المثقفين وعلى الاعلاميين ومع المبدعين وعلى الشباب، هذوكم يطفع عليهم الضوء ويحركهم ينزل بالفلس، يخرجوا ينزل بالفلس يتخباوا،
أما الشباب ومثقفين وأساتذة معلمين يهبطوا يتظاهروا بشكل سلمي مدني يتقمعوا ويتحاكموا ويحبنا نسكتوا، لا سيدي ماناش باش نسكتوا. معناتها سلمي مدني وأحداث عنف في نفس الوقت ما تركبش. ريت ريت اسألهم، اسألوا قولوا اللي حرقوا مقرات الأحزاب ومقرات الاتحاد فينهم، اسألوهم على اللي ضربوا النساء وضربوا الشباب اللي اعتدوا على المسرحيين، اسألوهم على اللي هدونا بالقتل وجوهم عريانة ما وقفوا منهم حد وما سألوا منهم حد وما عايزوا الحد. حتى اللي حرقوا مغرد نهضة ما لقيناهمش معناها العنف بربي بربي هكا فين ما لقيتهم شو شدوا ناس ريت ما هو صار يشدوا اللي يحرق النهضة ما شدوش اللي يحرق الاتحاد. هاونوا اللي حرقوا في جندوبة وحرقوا في العديد من المناطق ما شدهم حتى حد ومش بيشدهم ومش بيشدهم حتى حد. كيف باش تتعامل مع التهامات المباشره؟ مع ليش التهامات هذه ما تهمني حتى حد؟ اتهام سياسي هذا. لا نحكي لك اللي في تصريحات وزير الداخليه معناتها. ماشي اتهامات لي، انا مشيت لسيدي بوزيد وباش نرجع. هذا كواجبي الوطني، انا مشيت باعتباري محامي باش ندافع على الناس، ومشيت باعتبار رجل سياسه. دوري كمسؤول سياسي نمشي للناس ونشوفهم ونشوف مشاكلهم ونتناقش معاهم ونتحاور معاهم ونلقى الحلول. ودوري اني نأطرهم ودوري اني نعبئهم ودوري اني نعبئهم وانت لا مش نهيجهم، نعبئهم باش نشركهم في النضال. هذا حقي مش تهمه راهو مش تهمه. إيه ولكن هما احتجوا مش لاسباب سياسيه، احتجوا لبعض المطالب انت تحب تسيسها تهزها اليسار. هو ريت ريت وليت السياسه كانها تهمه اللي تتنفس فيه انت سياسه وحضورنا الان سياسه. لا لا معناتها واحد فادد من وضع مش بضروره سياسه، هذاك سياسه فادد من الوضع سياسه. وقت اللي نجي نشوفوا شنو طلبوا هما، عندهم مطالب القديمه وزادوا عليها مطالب رفضهم للاعتقالات اللي شنت برشا شباب، وطلبهم انه التعيينات الحزبيه اللي عملتها النهضه جابت ولي من جماعتها وجابت مسؤولين من جماعتها واللي هما لا كفاءه لهم، طالبوهم يحبوا عدم تعيينات حزبيه. هذا راهو سياسه. انا مشيت وحقي نمشي باش نمشي. اسمعني خلينا نكمل كمل كمل باش نمشي. انا نهار ثلاث باش نكون غادي، النهار الثلاث باش يكونوا معاهم غاديكا بالله شنو هذاك دوري وحفني اللي باش شدها خلي يعرفوهم يعرفوه اما ايش نقول لك تو انه شاب ما نظنوش معناتها ولا صعب انه شاب من سيدي بوزيد يا خويا يحتج قعد بطال يحتج على الميقص امش يحتج على تعيين ولي معناتها شاب بطال. هذايا هذايا السنقاص راهو اسمع لا لا ما يهموش معناتها مش نوفل. اولويه مش ما يفهمش في السياسه لا لا, لا نوفل. قد يكون تعرض لغسيل دماغ يساري معناتها هذا كلام فيه امتهان للذكاء التوانسه بربي نحوه لا من فضلك ما قلتلكش ما يفهمش ماهيش اولويه خليكم هكا تعالي تكلموا في الناس من السماء السابعه هما ما يفهموش وراهو محدودين. لا سيدي التونسي هبط قال دي جاج بن علي قالوا خبز وماء وبن علي لا فوالا كان ما قالوش بن علي حزب واحد ايش قالوا خبز وماء وبن علي لا يعني نحن رافضين للديكتاتوريه نحبوا كرامتنا كي رفعوا شعار كرامه الوطنية والحرية هذه مبادئ كونية عظمى مش تفدليكا. اليوم الشباب اللي خرجوا شكون قالك مش مسيسين؟ اللي خرجوا مسيسين في سيدي بوزيد، في سيدي بوزيد في عدد ضخم متاع بطالة خريجي جامعات راهو نحن إذا مش مع عنده نخب متاعه وعنده مثقفيه ومبدعيه وفنانيه ومسرحيه وعنده شبيبته اللي تفهم عنده نساه ورجاله اللي مخخم محلولة واللي دقيقة على أصحاب موقف شكري بالعيد هز اثنين في بيست آخر أنت أما أنا قلت أنا وبيست أنا أنت بيست هز ورينا أنت البيست أنت رديتنا متاع ما يهمهمش في الوالي لا ينتمي لأي حزب مش لأنه ما يفهموش في الأحزاب لأنه أعطيني والي يلقى لي خدمة والي حصل لي ظروف والي يحط لي يرجع لي الماء ما يهمنيش فيه نهضاوي ولا بيان سور كان يكون كفاءة ما يهمناش فينا فوالا هذيك هو قلت لك انا هما ما يفهموش في السياسة هما احتجوا لأنه هو احتجوا واللي غير كفو وتسيست معناتها تسيست إسقاط الحكومة معناتها يتهموكم وأنكم تنكزوا على أي فرصة حتى من الحبة تردوها قبة المهم الحكومة تترجج معناتها شو سي علي العريض وسي رفيق بوشلاكة قالوا لي أنا وراء الأحداث هذيا هذايا شرف لا داعي هنا انا مذهبيه كان النجم انا نحرك سيدي بوزيد ونحرك مذهبيه اما هذا شرف لا داعي. اثنين سيدي بوزيد وغيره وقصرين وقفصه وسوسه والمسير وصفاقس وغيرها هذوما راهو فيها ناس هارا يا ولادي فيقوا خي لازم يفيقوا منهم راهي البلاد عندها نساها ورجالها عندها قواها وعندها شبابها وعندها ولا قبل في الاتحاد بن علي والله يبهم برشا اما بعد كي يقفوا ضد مربع الاستبداد اللي قاعد يرجع ضد حكومة الفشل الحالي تولي فهمتي والله يصدونا في الملعكر لاحظتش حاجة نفس الكلام نتاع رفيق بالحاج قاسم أنا نسمع في علي العريض في التلفزة في شارة الأنباء والله نفس الكلام هكا الملثمين والأقلية تصد في الملعكر نقص كان باش يقول لك لما عبلوها بعبد الله غيرين منا يعني عيب عيب
عيب يخرج من بيرو يمشي للناس ينساو لي جارد كور اللي معاهم هاهم كلهم يمشيوا بلي جارد كور انا نمشي ما عنديش جارد كور تولي نحوس فيه كي تولي وزير تولي جارد كور لا يضلي هم كلهم ولوا أسرى بيرواتهم وأسرى جارد كوراتهم يمشي مع التوانسة سي شكري هذه معناتها نوع من هكا المسين اللعب على المشاعر وزير وزير رمز الدولة ذاك يمشي بجارد كور على هو لطفي العبدلي حاوس بجارد كور اليوم مش يجي وزير ما يحاوسش بجارد كور معناتها أنت كيفاش من حزب وتعمل خطاب في اتحاد الشغل هذا معناتها يدل أنه مؤامرة بينك وبين اتحاد الشغل لتوتير الأجواء كيفاش معناتها هذا خرق قانوني واضح معناتها أولا مش خرق قانوني ما ثم حتى نص قانوني يمنع لك اللي تم هو التالي هذا كلام مش صحيح أنا راني ولد الاتحاد عم توصل الشغل لا لا إيش عليك مثال ولد الاتحاد ولد 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 أنا محامي حزب أنا محامي مشيت للاتحاد الصباح نهار وعلمتهم نلقاهم في اجتماع قلت لهم راني تو باش نمشي بحضر السيد وكيل الجمهورية ومشاو معايا ثلاثة محامين زملائي من سيدي بوزيد مشينا بحضر السيد وكيل الجمهورية نلقى رئيس منطقة الحرس اللي مرفوض وقالوا لي راهو تنحى بعثوه لبقعة أخرى اللي باش تنكبيه نقلوهم بقعة باش تنكبيه مشيت حكيت مع السيد وكيل الجمهورية ومشينا رجعنا باش أعطينا الإعلام للنقابين قلنا لهم راهو هاوش وقع كذا هذا أولا فقالوا راهو شكري بالعيد مشاو فرض اضراب العام الجهوي ايضا هذا شرف لا داعيه واتحاد مستقل هو والاتحاد اهم قوه في البلاد احكي لي على جمش راني جايك من جمش انا لم اتحدث عن اضراب اصلا لا حكيت على اسقاط الحكومة انا جايك اي مو بشويه عاد انا عملت خطاب بعدها مش كان هذاك ومشيت عملت اجتماع حزبي خاص بيا اسمعني عاد اسمعني ومشيت عملت خطاب واجتماع حزبي باش اخترنا نوابنا للمؤتمر نتاعنا ومشيت قبلت وعملت اجتماع كبير بمناضلي جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد وقلنا راي المرحلة مرحلة موجة ثورية ثانية قاعدة تتشكل ملامحها في البلاد باش نسألك وجاوبني بالأغاني سيد شكري بالعيد شنو تقول للإسلاميين اللي دفعت عليهم قبل في المحاكم بالموسيقى هل تقول لهم كما قال عبد الحليم حافظ ماك تعرف اللي ضرب شيخ عبد الفتاح مورو شيخ عبد الفتاح دافع عليه في المحكمة به وإلا تقول لهم كما قال عاصي الحلاني يا ناكر المعروف آه ويا ويلي يا ناكر المعروف شو تقول لهم؟ أنا نقول لهم قمت بواجبي ولو يعاد السيناريو سأعيد الترافع والدفاع عنهم وهما كيفاش يكونوا هما كيفاش يختاروا واضح شنو تقول لليسار؟ هل تقول لهم كما قالت وردة خسارة وألف خسارة خسارة وإلا تقول لهم كما قال جورج وصوف كلام الناس لم يقدم ولا يأخر وكلام علي العرايض لا يقدم لا يأخر هي مشكلة من الناس يهمنا كلام الناس أما ما يهمناش كلام خصومنا برشا برشا اليسار عليه التحد ويسمع كلام الناس واضح تو انت سيد شكري بالعيد نسالك سؤال استباقي تو انت معناتها نشوفوا فيك في الميدان وهكا ومع الجمهور ومع الواحد كذا لماذا هل عندك امل بالاتحاد هذا اليساري انها تترجم الى قوه انتخابيه نحن عاملين جبهه سياسيه انتخابيه باش ندخلوا انتخابات تحت العنوان هذايا و13 الحزب وينجم يكونوا اكثر في المستقبل شنو امل كل الامل لانه عندنا ثقه في شعبنا فينو يختار يختارنا أو يختار القيام والبرنامج نحن حاجتنا بالبرنامج هذا التقدم النير المنحاز الحرية والكرامة وللتقدم اللي يدافع على العدالة الاجتماعية اللي يدافع على منظومة قيم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية اللي يقوم على المواطنة وعلى شراكة حقيقية اللي يقوم على المساواة اللي يخلي تونس مشرقة في محيطها ومتجذرة في محيطها هذا اللي ينجزه سنقبل جبينه اليسار علاش ما انضمتوش لنداء تونس هل لأنه سيد بيجي قاعد سمسي ما عندوش لاغب وهذه مبدأ من مبادئ اليسار أسمعني ما انضميناش لنداء تونس لسبب بسيط بالكل هو أنه اختلاف في البرامج وفي المحتويات وفي الخيارات الكبرى السيد بجي قد القيد السبسي ونداء تونس هذا حزب في تقديرنا
حزب يميني ليبرالي ونحن اليسار نقوم على برنامج ورؤية وتصور آخر مغاير. ما عادش يميني رو توا ليبرالي ما عادش معه. أنت قيمت هذا وجهة نظر. وجهة نظر نحن ما عندناش نفس وجهة نظر. نحن شوف كيفاش نقبل بتقديرك اقبل بتقديرنا الأشياء مثالش واضح لا أنا ما أنت عطيت رأي زيادة مع النقاش النقاش أخذ وعطى وهو وجهة نظر محترمة واضح معناتها في الاستنتاج راجع لسيدي بوزيد يوم الثلاثاء سأكون في سيدي بوزيد ولا يعني ما ترتاح لما تطيح الحكم لا مشي قضية لما تطيح أنا ما نرتاح إلا ما المسار الثوري يحقق أهداف هذا الشعب على يد كائن من يكون المهم البرنامج نشوفوه نشوفوا أفق جديد للبلاد تونس أخرى ممكنة تونس إيجابية وتونس متضامنة وتونس متسامحة لكن تونس نيرة وتحرورية وتقدمية ومتجذرة في محيطها أما نرجع اليوم نناقشوا في اللي اعتقدنا أنه تحسم ها؟ اليوم الجماعة يناقشوا في بيعان قطاعات استراتيجية وجماعة يحبوا يبيعوا الأراضي للأجانب اللي هو نوع من أنواع الاستعمار وراه هذه مسألة ما فيهاش فصال هاو يسمعوا باش يسمعوا راهو هذايا بيعان البلاد ونحن نرفضوه هذايا كلام طبيعي معناتها ماهوش ما عليهوش خلاف لانه برنامجكم اليساريين في حين وهم يحبوا يبيعوا البلاد هو برنامجهم بيعان البلاد لا لا اسمه بيعان البلاد فمن يقول لك جلب الاستثمارات كما عمل المغرب وتبيع اراضي وجهه نظر اقتصاديه مش يعني مش يعني نعملوا يلزمنا نعملوا جلاء اخر لا لا ما عندك جلاء معناتها راهو اللي يملك هو اللي يفيد القرار وقت اللي تبدا ثروات البلاد المسيطرين على الداخل باش يقرر ويفوضوا لك على ستاغ وعلى سراورتان وعلى سوناد ازمه المياه هذه ليست هكذا اللي يملك الاراضي واللي يملك لك الشركات العموميه كبيره ويحبوا يبيعوا لك ويحبوا يبيعوا لك بالعاني قص الماء باش يبيعوا السوناد ما قلتش بالعاني ما قلتش بالعاني ما ثم سياسه منهجيه لابراز الشركات الكبرى والقطاع العام انها متهربه افشالوا وباش يقع التفكير بالعاني قص الماء اخي علاش ما تحب لك انت استنتج اخي انت قلتها بالعربيه قلت انا بالدارجه استنتج استنتج شوف معي حسب سيد شكري بن عيد الدوله قصت الماء باش تبيع على السنه شوف معي انت قلت هذا ما قلتوش انا انا كي نحب نقوله تنقوله بشكل واضح ما عندكش ادله تلقاك اسمعني اليوم اللي يملك الفلوس واللي يملك الاقتصاد والقطاعات الاستراتيجيه هو اللي يملك القرار كان التوانسه يملكوا ثروتهم راهو قرارهم بيديهم وكان القطريين وغيرهم والأمريكان وغيرهم يملكوا لهنا ثرواتنا وقطاعاتنا هما السادة القرار ولذلك نحن الحكومة هذه قلنا حكومة التفاف على الثورة والولاء للأجنبي ونحن نحب الولاء لتونس والعالمها والترابها والاسماها والماها والسكانها والعمالها والفلاحينها والشبابها والطلابها والمعطلينها وكل ضرب رمل فيها واضح سيد شكري بالعيد شكرا لك نورتنا ليلة في لبيس يعطيك صح يشوف صح لبيس متواصلة نرجع لكم بعد الفاصل